يعني السؤال أخ أحمد، يعني فرنسا شنو ساوت لبنان؟ ولبنان تعتبر يعني تابعة، ولاية تابعة إلى فرنسا. يعني ماكرون إجا وخبص الدنيا وراح لبنان والبيروت، شنو سوى للبنان؟ شنو قدر يساوي؟ خابر ترامب وقال له رجاءً أنت هم ساعدنا، ما عندنا فلوس حتى نساعد الشعب اللبناني. يا أخي يعني إحنا في وضع ما أعرف شلون يفكرون هذولا، يعني يتصورون أنه اليوم الوضع الاقتصادي العالمي مدمر، ما حد يقدر يساعد مثل سابقاً. أنتوا شلون تفكرون؟ صححوا وضعكم الداخلي، ترى ما يفيد والوضع ده تنهار. وأنا يعني بالنسبة إلي يعني صبر، أنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما أعرف فرنسا شنو توعد العراق شنو تنطيه، بس أنا اللي أعرفه كيعني مراقب للوضع الدولي، وهاي يعني فرنسا ما قدرت تساوي شيء إلى لبنان، فإحنا شنو ننتظر لبنان يعني فرنسا راح تساوي إلى العراق؟ طيب هذه خلينا نكون بالنا. ثانيا يعني الشعب العراقي الآن ببطالة مثل ما قلت بتقريرك، كلهم شباب، يعني هل فرنسا راح تجي تشغل كل هذول الشباب مثلا؟ الفساد، هل انه فرنسا تجي تصحح للفساد؟ زين يعني الحكومه شنو دورها اذا؟ يعني اذا احنا جايين كحكومه بس تمشي لنا الى يوم الانتخابات، هاي اذا صارت الانتخابات في وقتها، طيب فاحنا شنو يعني جبنا؟ خلي كان عادل عبد المهدي يبقى. طبعا المعلومه عادل عبد المهدي كان باختيار فرنسي لأن الرجل كان لديه جنسية فرنسية. نعم. وشنو سوت فرنسا في وقت عادل عبد المهدي؟ وش قد حاولت تدافع عنه؟ طيب أخي العراق مصيرها بيد دولتين، أمريكا وإيران.